بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم في المحاضرة 9 من Inventor 2012. النهاردة هنكمل ان احنا ابتدينا المرة اللي فاتت، كنا ابتدينا في رسمة، ومن خلال الرسمة دي كملنا في اوامر الدرو والموديفاي، واشتغلنا في المانيوال والاوتوماتيك كونسترين. ان شاء الله النهاردة هنتكلم على البروجكت جيومتري، على انواع اكتر في الاكستروجن وعلى الورك بلين. ده الشكل اللي احنا كنا وصلنا له المرة اللي فاتت، هو ده اللي احنا عملناه اوريدي المره اللي فاتت. احنا اشتغلنا الجزء اللي فوق، بس الجزء اللي فوق لسه ما كملش، لان في حته هنا المفروض انها تزيد. الحته دي اللي هي ايه؟ انا عندي السيكنس ده 16 اللي هو ده، بس الجزء ده اللي هو ده الارتفاع بتاعه 25. طيب حاجه زي كده هعملها ازاي؟ دي عباره عن دايره كامله زي ما احنا فاهمين من المنظور والواجهات اللي عندنا. فبالتالي اللي انا هعمله ان انا هحتاج ان الدايرة اللي هنا يبقى ليها ثيكنس اعلى تحت. عشان اعمل حاجة زي كده محدش يقول لي خلاص بقى انا هاجي هفتح الاكستروجن ده واجي على سكتش وارسم. لا لا لا، مش مظبوط. انت عشان تشتغل على الكتلة الجديدة اللي هيبقى ليها اكستروجن جديد، ما ينفعش ان انت تشتغل على سكتش اوريدي اتعمل عليه اكستروجن. امال هنعمل ايه؟ اللي احنا هنعمله هنضغط على شيفت، هنضغط على سكرول، ونحرك الكتله كده، وهقول له ان انا محتاجه من تاب الموديل ان انا اعمل 2D سكتش على الوش اللي هنا، واجي ارسم دايره بنفس سنتر الدايره القديمه وبنفس نص قطرها، وهقول له فينش. وكل اللي انا هعمله ان انا هقول له ان انا عايز اعمل اكستروجن. طبعا انا عارفة ان الفرق ما بين 16 و 25 تسعة، او لو انا عايز اكتب هنا ان المسافة هي عبارة عن 25 ناقص 16، فهو هيستنتج انها ايه؟ انها 9. وطبعا انا عايزاها فعلا في الاتجاه ده، وعايزاها فعلا يحصل لها جوين تتضاف على الكتلة بتاعتي. فجست ان انا هقول له اوكي، ادي اول جزء كده خلصنا منه خالص. طيب الجزء اللي بعد كده، الجزء اللي بعد كده هو ده اللي باين عندي في الواجهة اللي هنا، عبارة عن خط وخط تاني بتمسهم دايرة. الكلام ده سيمتريك مع نص الكتلة. الدايرة دي القطر بتاعها 50، واللي جواها القطر بتاعها 28، والارتفاع من هنا لحد السنتر 148. هعمل الكلام ده ازاي؟ هقول له ان انا محتاجة اعمل 2D sketch على الوش ده. شايفين السكتش اتعمل فين؟ ايه الملاحظة بقى اللي عندنا؟ الملاحظة اللي عندنا ان في هنا فريم اخضر اتعمل، الناحية التانية مفيش حاجة. نفهم ده معناه ايه؟ نفهم ده معناه ايه؟ ايه بقى معناه؟ لما انت بتعمل 2D sketch على كتلة أصلا موجودة عندك، كل اللي بيحصل إن هو بياخد الأوتلاين الخاص بالسطح اللي أنت عملت له باك لما جيت تعمل سكتش. طب عشان نفهم الكلام ده، تعالوا نعمل فينش للسكتش، وتعالوا نمسح السكتش ده. هقف عليه وأقول له ديليت. طبعا عشان أمسحه لازم كنت أطلع منه الأول، وهروح أقول له اعمل لي 2D sketch، بس اعمل لي ال 2D sketch ده على الحتة دي. ايه بقى اللي حصل ده؟ اللي حصل ان هو برضو راح حطلي اوت لاين اخضر على الحته اللي هو لقاها. يعني لقى ان انا اخترت ايه؟ عايز اعمل سكتش على الوش ده، راح واخد لي الاوت لاين. الاوت لاين ده عارفين اسمه ايه؟ الاوت لاين ده اسمه بروجكت جيومتري. هنا اتعمل بروجكت جيومتري بشكل اوتوماتيك. بعد كده ان شاء الله في نفس الرسمه دي هنعرف ازاي نعمل بروجكت جيومتري بس بشكل مانيوال. طيب استفدت انا ايه من بروجكت جيومتري دي؟ استفدت ان انا اقدر ان انا اربط الخطوط الجديده اللي هتترسم بالاوت لاين اللي عندي. تعالوا نفهم ازاي. انا هقف عند السكتش ده، هقول له ان انا عايز ارسم لاين. فاللاين مجرد ما يجي هنا النقطه الصفراء يبقى لونها اخضر، معناها ان هو لقط خطوط اصلا موجوده فعلا، خطوط الايه؟ المستطيل اللي اترسم اوتوماتيك ده. اوكي، انا عايز اخط كده. خلاص اسكيب، ادخل في الخط تاني، ابتدي لي من هنا. بصوا
تفضل النقطة صفرة لحد ما انا حركها. بصوا طول ما انا بحركها ايه اللي بيحصل؟ شايفين الخطوط اللي بتنور دي؟ هو بيحاول يجيب اسقاطات للخط ده مثلا عشان يقرا لي النقطة اللي في اخره، لان الخط ده مش موجود عندي في السكتش اللي انا فيه. الحتة دي المفروض انها فاضية مش كده؟ السكتش اللي احنا فيه ده فيه رسومات؟ اه. فيه ايه؟ فيه المستطيل ده اللي نتج عن طريق الاوتوماتيك بروجكت جيومتري اللي حصل لما قلت له اعمل لي سكتش على الوش ده. في ايه خط كمان؟ الخط اللي انا رسمته بايدي. هل الناحيه دي فيها اي حاجه؟ لا ما فيهوش اي حاجه. امال ايه اللي عمال ينور احمر معايا ده؟ ده مجموعه الاوبجكتس الموجوده في الكتله اللي هو بيحاول يجيب لها اسقاط عندي على السكتش. عشان كده هتلاقوا ان احنا لما نيجي نقف هنا عمل لي الخطوط دي كده الاول عشان يعرف يعمل لي اسقاط لنقطه من الكتله يحطها لي جوه السكتش عشان اقدر ان انا استخدمها كجت. لما اجي كده اعمل بقى دم خلاص انا ما بقاش عندي غير ايه. بصوا شايفين؟ شايفين النقطه اللي بتنور احمر دي؟ انا ما بقاش عندي بس الخط، لا بقى عندي الخط وبقى عندي نقطه هو عمل لي اسقاط ليها من الكتله، او جاب لي الاسقاط بتاعها على السكتش بتاعي، او عمل لي بروجكت جيومتري اوتوماتيك ليها عشان لما اجي ارسم الخط ده ابقى ضامنه ان الخط ده مليون في الميه ماسك لي في النقطه دي. لان طبيعي انت لو السكتش بتاعك مش شايف ان في حاجه هنا هيربط لي الخط ده بمين؟ بالهواء. فهو عمل لنفسه نقطه كده اسقطها عشان يعرف يشتغل. خلاص فهمتوني؟ تمام. الله ينور. تمام كده. نيجي بقى نرسم هنا دايره. ايه الشروط اللي فيها؟ اولا تانجنت الدايره مع الخط، واحد تانجنت كمان الدايره مع الخط، ده اول شرط. الشرط الثاني ان في علاقه vertical، تعالوا نشوف كده، ما بين السنتر وما بين طفين نص الكتلة. اتحرك كده لحد ما هو يصطاد لك نص كتلة. كليك. ايه ده بقى اللي حصل ده؟ ايه ده؟ ده بوظ الرسمة. اقول لكم ليه بوظ الرسمة. هنعمل اندو. ليه بقى بوظ الرسمة؟ اصل ده باين لي انا vertical، بس الحقيقة ان ده مش vertical. بصوا الواي فين؟ الواي بقت هنا ايه؟ بقت هي الهوريزونتال. يعني بصوا لو انا جيت هنا قلبت الاسهم دي العدله الصح بتاعت الرسمه بتاعتي، وبالتالي اقول له انا عايزه علاقه هوريزونتال ما بين النقطه دي وما بين الميد بوينت بتاعت الشكل. تمام. حلو قوي كده. ايه كمان احنا محتاجينه بقى؟ احنا محتاجين ان احنا نحط الابعاد الصح للدايره. انت قايل لي ان الدايره دي قطرها 50 وبعدها من فوق خالص 148. طيب ادي القطر ده انا عايزاه 50، والبعد من هنا لأعلى نقطة فوق 148. تمام كده. رايت كليك ودن، أو إن أنا أعمل سكيب. أنا كده عملت الدايرة بتاعتي في مكانها الصح. إيه بقى اللي خلى الدواير والخطوط أو الدايرة والخطوط بدل ما لونها كان هو ده اللون بتاعي، ده لون الأوبجيكتس الطبيعي بتاعي، إيه اللي خلى لونهم بقى كحلي كده؟ ده هنعرفه ان شاء الله في حاجه بعد كده اسمها فولي كونسترين. طيب هاجي اعمل ترام لدي. الجزء ده كده محتاج اعمل له ترام. محتاج ان انا ارسم دايره ثانيه جوه الدايره بتاعتي اللي هيكون القطر بتاعها 28، فهقول له ان القطر بتاعي 28. في حاجه ثانيه مطلوبه مني؟ لا خلاص فنش. بعد كده، بعد كده المفروض ان انا هعمل اكستروجن بمسافه 13. ما هو الحته اللي عندي دي هي هي الثيكنس ده. طب يا ترى الاكستروجن هيتعامل معايا عادي ولا محتاج مني خطوه؟ تعالوا نجرب. اكسترود؟ لا مش قاري. مش قاري ليه؟ مش قاري عشان الشكل بتاعي ده ما اتقفلش. الشكل بتاعي ادي خط سلم لدايره، سلم لخط، سلم لجزء من خط، هنا ما فيش حاجه، فدي لازم تتقفل بايه؟ بخط. طب اعمل كده ازاي؟ ده انا طلعت من السكتش ولا حاجه. دبل كليك، ادخل في السكتش، هات امر لاين، ارسم لاين بداية من النقطة دي ونهاية بالنقطة دي، فينش، ارجع تاني اعمل لي اكستروجن. دي المسافة اللي انا عايزاها. طب لا المسافة دي برضو مش قارية، في حاجة غلط. طيب ادخل جوه السكتش. ايه المشكلة بقى؟ انا مش عارفة ايه المشكلة، انا مش قادرة احدد ايه المشكلة. فاللي انا هعمله ان انا ايه؟ هرجع كده ابص. ده في حته هنا
طايره. طب انا لازم كنت اعمل زوم قوي يعني زوم ان قوي كده عشان الدنيا دي تبان عندي؟ لا، هنعرف برضو بامر الله ان شاء الله المرات الجايه زي ما وعدتكم ان احنا هنعرف بالتفصيل يعني ايه فولي كونسترين اللي هو اللون الكحلي ده انديكيشن ليه. هنعرف كمان حاجه اسمها سكتش دكتور. طب لحد ما نعرف ايه السكتش دكتور، هاجي اختار امر اكستند اللي هو عكس امر ترم اللي بيه بعمل امتداد للخطوط، الخط امتد للدايره تمام قوي. تعالى بقى دلوقتي اعمل لي فينش، روح اعمل لي اكسترود، لسه برضو مش قاري. طيب ارجع تاني ادخل جوه السكتش عشان نشوف ايه المشكله. طيب انا عندي هنا الخط ده تمام، هو كده اتقطع؟ لا ما اتقطعش. طيب تمام، انا الخط كامل؟ لا ده في هنا خط زياده اللي هو جاي من المستطيل. طب امسحه لي، يبقى انا عندي خط هنا كده ايه مكمل طوالي تمام، وهنا ده كده تمام، وهنا في هنا يا ترى فراغات بين الدايره ولا حاجه؟ اه ده في فراغ بين الدايره بس انا مش شايفاه بسبب العلامه بتاعه قطر الدايره دي. يعني بص لو مسحناها في حته هنا فراغ صغير خالص، هعمل له اكستند تمام. وطبعا عشان احافظ ان الدايره دي ما تتغيرش لازم ارجع تاني واقول له الدايره دي قطرها الدايمتر بتاعها 50 فعلا. اوكي فينش، اعمل لي اكستروجن بقى تمام. بس خد بالك انا عايزه الاكستروجن ال 13 ده يبقى لجوه. بصوا احنا اشتغلنا من على الوش ده، فمش هعمل اكسترود لبره، هعمله لجوه. اوكي يعني انا هاجي هنا كده واقول له الاكستروجن اللي عندي انا عايز اعمله في الاتجاه التاني اهو، يتضاف او يتضاف مسافه 13 تمام كده. تمام كده، ادي الشكل اللي عندي. طيب الشكل اللي عندي ده ناقصه برضو ان الدايره دي هتكمل ويحصل لها اكستروجن لبره مسافه 20، اذا كان ده 13 فده هيبقى بارز عنه كمان مسافه 7. هنعملها بنفس فكره الدايره اللي احنا عملناها هنا اللي هو ايه، اعمل لي 2 دي سكتش، اعمله لي على الوش ده، ارسم لي دايره من نفس المركز بنفس القطر، فينش، اعمل لي اكسترود للدايره دي مسافه 7 في الاتجاه ده مظبوط، بتتضاف على الكتله مظبوط، ادي اوكي ده ادي الشكل اللي عندي. هاجي وهقول له اعمل لي سيف. طبعا لو انا حبيت اعمل له سيف هختار سيف من هنا، لو انا عايز اعمل سيف از هاجي من هنا واقول له سيف از واختار اللوكيشن اللي هعمل سيف فيه واختار الاسم والاكستنشن عندي اللي هو انفنتور بورت اللي هو دوت اي بي تي، وهقول له سيف، وابقى انا كده سيفت الفايل بتاعي. احنا كده نكون انتهينا من المحاضره 9. ان شاء الله المره الجايه هنكمل الرسمه دي للاخر، احنا فاضل لنا فيها ان شاء الله اجزاء بسيطه، ومن خلال الاجزاء دي هنرجع تاني نفهم البروجكت جيومتري اللي احنا اتكلمنا عليه بس هنعمله مانيوال. هنعرف ازاي ان احنا نستخدم الورك بلينز ان شاء الله المره الجايه. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله.